من وطن الأخبار جولة إخبارية جديدة نبدأها وإياكم دائما وأبدا من العناوين. في أول زيارة بابوية للعراق، البابا يلتقي المرجع السيستاني في النجف الأشرف ويحج إلى زقورة أور. بسبب تعنت إقليم كردستان ورفضه لكل الحلول المطروحة، تأجيل مفتوح لطرح الموازنة على التصويت في البرلمان. رسائل تحذير من نوايا أمريكية بتنشيط مشروع داعش، والقوات الأمنية ترصد نشاطا مريبا لخلايا التنظيم قرب الحدود السورية. وأخيراً الصحة والسلامة تشدد على الإجراءات الوقائية، والتميمي يحذر من زيادة الإصابات بفيروس كورونا والحالات الخطرة. مصطفى سعد يقرأ بينكم التفاصيل. إذ التقى سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني بابا الفاتيكان فرانسيس في داره في النجف الأشرف، وقال بيان لمكتب المرجع السيد السيستاني إن الحديث دار حول التحديات الكبيرة التي تواجهها الإنسانية ودور الإيمان بالله تعالى وبرسالته وبالالتزام بالقيم الأخلاقية السامية في التغلب عليها، متحدثا عما يعانيه الكثيرون في العالم من الظلم والقهر والفقر والاضطهاد الديني والفكري وكبت الحريات الأساسية وغياب العدالة الاجتماعية، خصوصا ما يعاني منه العديد من شعوب المنطقة في حروب وأعمال عنف وحصار اقتصادي وعمليات تهجير وغيرها، لا سيما الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة. كما أشار المرجع السيد السيستاني إلى دور الزعامات الدينية والروحية الكبير في الحد من هذه المآسي وحث الأطراف المعنية بتغليب جانب العقل والحكمة ونبذ لغة الحرب وعدم التوسع في رعاية مصالحهم الذاتية على حساب حقوق الشعب، مؤكدا على تثبيت قيم التآلف والتعايش السلمي والتضامن الإنساني في كل المجتمعات. كما نوه البيان أن المرجع السيستاني وبمكانه العراق وتاريخه المجيد وشعبه الكريم، مؤكدا على اهتمامه بأن يعيش المواطن المسيحي كسائر العراقيين في أمن وسلام وبكامل الحقوق الدستورية، مشيرا إلى جانب من الدور الذي قامت به المرجعية الدينية في حمايتهم وسائر الذين أو نالهم الظلم والأذى في حوادث السنون الماضية، لا سيما في المدة التي استولى فيها الإرهابيون على مساحات شاسعة في عدة محافظات عراقية ومارسوا فيها أعمالا إجرامية يندى لها الجحيم، كما قدم شكره لقداسة البابا على تجشمه عناء السفر إلى النجف الأشرف. من جهته أصدر المكتب الصحفي لبابا الفاتيكان بيانا كشف فيه تفاصيل لقاء البابا فرانسيس بالمرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني في النجف الأشرف، مؤكدا تجديد قداسته البابا على أهمية التعاون والصداقة بين الطوائف الدينية من خلال تنمية الاحترام المتبادل والاحترام والمساهمة في خير العراق والمنطقة والبشرية جمعاء. أضاف البيان أن اللقاء كان فرصة للبابا لتقديم الشكر إلى سماحة المرجع السيستاني لأنه رفع صوته مع الطائفة الشيعية في مواجهة العنف والصعوبات الكبيرة في السنوات الأخيرة دفاعا عن الأضعف والأكثر اضطهادا، مؤكدين قدسية الحياة البشرية وأهمية وحدة الشعب العراقي. كما أضاف البيان أن قداسة البابا كرر صلاته إلى الله من أجل مستقبل يسوده السلام والإخوة لأرض العراق الحبيب والشرق الأوسط بل والعالم أجمع.
هذا وقد توجه قداسة البابا إلى مدينة أور الأثرية بمحافظة ديقار بعد لقائه بالمرجعية الدينية في النجف الأجرف والذي استمر قرابة 50 دقيقة. أكد مصدر مطلع في محافظة النجرف أن المرجع السيد عبد السستاني استقبل قداسة البابا وحيدا دون أي رفقة من المسؤولين أو سياسيين العراقيين، وذلك استمرارا في قراره بعدم استقبال أي شخصية سياسية أو حكومية عراقية، مشيرا أن حامد الخفاف المتحدث الرسمي باسم المرجع الأعلى استقبل قداسة البابا قبل دخوله منزل المرجع الأشرف. هذا وقد وصل قداسة البابا إلى مدينة أور الأثرية بمحافظة ديقار في رحلة حج إلى الزقورة والمدينة التي كانت محلا لولادة أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام، كما شارك البابا في الصلاة الموحدة التي أقيمت بمشاركة مختلف الطوائف الدينية. أكد في كلمته التي ألقاها أنه لا يجب أن يعمل كل من الطوائف بمعزل عن الآخر، معتبرا مدينة أور الأثرية منطلقا للإيمان والتوحيد. أضاف البابا أن الإرهاب يستغل الدين كغطاء ويجب منعه من ذلك، مؤكدا أن الإرهاب عندما هاجم العراق فإنه هاجم جزءا كبيرا من التاريخ. المسيحيون والمسلمون بدأوا بناء السلام وعملوا سوية. هنا أرى طريق الحج في طريقي إلى هنا إلى هذا المكان. في هذه المناسبة قالت منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة إن أرض العراق تتربع على عرش التاريخ، وذلك بعد تعليق لها على زيارة قداسة البابا إلى العراق. نشرت المنظمة الدولية على صفحتها في تويتر صورة زقورة أور وعلقت عليها بالقول: هذه هي أرض العراق تتربع على عرش التاريخ، مشيرة إلى أن أور هي موقع أثري في جنوب العراق، وكان مركزا دينيا وسياسيا وحضاريا رئيسيا، وشهد أصل الكتابة والعمارة الأثرية. ختمت اليونسكو منشورها بالقول: في هذه اللحظة يقيم بابا فرانسيس صلاة لكل الأديان. أكد رئيس كتلة الرافدين النائب يونادم كنا أن زيارة البابا فرانسيس إلى العراق تعد زيارة ذات أبعاد دولية وإقليمية للتعايش الإنساني ولنصرة الضعفاء، مشيرا أن العراقيين عاشوا أشرس الانتهاكات الإنسانية من قبل الإرهاب. وقال كنا
إن زيارة البابا في هذا الوقت تعتبر رسالة إلى العالم بأن العراق هو الطرف الوحيد الذي قاوم أخطر تنظيم إرهابي يهدد العالم بأسره، لذلك فزيارة لها أبعاد دولية وإقليمية، مشيرا إلى أن الأهم في زيارة البابا فرانسيس هو ما بعد الزيارة لاستثمارها في كافة الجوانب الإنسانية والسياسية والعدالة الاجتماعية وحتى السياحية. وأضاف كنا أن حقوق المسيحيين التي سلبت من عناصر سيئة هي من اهتمام راعي الفاتيكان البابا فرانسيس، وإنها محفوظة وسيتم استرجاع كامل تلك الحقوق وفقا للقانون. زيارة بابا الفاتيكان إلى محافظة ذي قار أتت أكلها وبات لها نتائج إيجابية على المدينة من خلال تنفيذ المزيد والمزيد من الخدمات وإحياء موقع زقورة أور الأثرية، فيما عبر المواطنون عن استيائهم من التأخر في الإعمار، لكن أن يأتي الإعمار متأخرا خيرا من ألا يأتي. فاتيكان بأهمية كبيرة نظرا لما يتمتع به من ثقل ديني وروحي في نفوس الملايين من الأخوة المسيحيين، وتعتبر محافظة ذي قار من أكثر المناطق المستفيدة من هذه الزيارة كونها ستكون كعبة المسيحيين في العالم. يستقبلون البابا لأجل السلام، لأجل المحبة، لأجل القدوم في مرحلة الإعمار في هذه المدينة. مدينتنا تستاهل كل الخير، يجب علينا التضحية من متظاهر، من مسؤول، من مثقف، من أديب، من شاعر، كلنا نحو هذه المدينة. فاستقبالنا للبابا إن شاء الله تكون فاتحة خير عمل لمدينتنا الناصرية وللعراق أجمع. كما وقال متحدثون بأن العالم بأسره ينظر إلى اللحظة التاريخية التي سيعلن فيها قداسة البابا اتخاذ مدينة أور كمقصد لحجيج المسيحيين في العالم. هذا الأمر سيجعل الحكومة المركزية تهتم بشكل أكبر بمحافظة ذي قار كونها تعتبر محافظة فقيرة ومنكوبة من حيث الخدمات، ومن المؤمل أن تشهد تطور لافت في حجم الدعم المقدم لمحافظة ذي قار من هذه الناحية. نرحب بزيارة البابا في العراق، نعتبرها زيارة تاريخية لأنه راح تصير هذه المناطق أور وزقورة راح تصير مناطق سياحية وزورها العالم كله يزورها. أتمنى أن يجينا بابا كل شهرين أو ثلاثة لأنه بدأ أعمار هذه المنطقة، وبدأ تبليط الشارع، وبدأ إنارة الزقورة، وبدأ إنارة النبي الله إبراهيم، بيت نبي الله إبراهيم، وهذا ما تمناه. ولكن السؤال، أين كانت بلدية الناصرية من ذلك؟ تساؤلات وإجابات كثيرة يطرحها الشارع الذي قاري في مدينة الناصرية الفيحاء، وهو ماذا سيحدث بعد زيارة باب الفاتيكان التاريخية إلى مدينة أور، وهل ستكون محطة يتغير من خلالها واقع المحافظة المنكوبة؟ الزمان يمر والدقائق تمر بسرعة. من ذي قار مجتبى صالح، قناة دبليو تي في وطن. الشكر موصول لمجتبى صالح ولشباب مكتب الناصرية. في الملف النيابي، أكد عضو اللجنة المالية النائب محمد الشبكي أن حكومة كردستان وبغداد لم تتوصل إلى اتفاق حتى الآن بشأن حصة الإقليم من قانون الموازنة الجاري. وقال الشبكي إن عدم إدراج مشروع قانون الموازنة على جدول أعمال مجلس النواب لجلسة السبت يأتي بسبب عدم توصل بغداد وأربيل إلى توافق بشأن حصة الإقليم في الموازنة، مضيفا أن الاعتراض الكردي على بعض فقرات المادة 11 خصوصا المتعلقة بتسوية المستحقات المالية بين بغداد وأربيل منذ العام 2004 لغاية 2020. ونفى الشبكي أن يكون الإقليم قد قدم البيانات الختامية لتلك السنوات، وهناك مطالبات بتدقيق تلك البيانات من قبل ديوان الرقابة المالية في بغداد. أكد رئيس كتلة بدر النائب حسن شاكر أن المشاريع الاستثمارية والتشغيلية في البلاد معطلة بسبب تأخر إقرار مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021. شاكر قال أيضا إن المفاوضات ما تزال مستمرة بين بغداد وأربيل من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن حصة الكرد في الموازنة، مبينا أنهم يرفضون جميع الحلول المطروحة
ولا توجد أي مبادرة من قبلهم لحلحلة القضية، مضيفا أن تأخر إقرار الموازنة أثر بشكل كبير على الحياة العامة. كما وشكك شاكر على ضرورة حسم الخلاف مع كردستان وتمرير قانون الموازنة خلال الأسبوع المقبل. في الملف الاقتصادي، أكد النائب مازن الفيلي أن الظروف مهيئة لتعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي وكذلك سعر البرميل النفط لمشروع قانون الموازنة. وقال الفيلي إنه من الصعب حاليا تنفيذ هذه الخطوة في ظل الانتهاء من صياغة المشروع ومناقشة ودراسته من اللجنة المالية، وأن هناك حاجة إلى إعادة صياغة المشروع وهذا غير ممكن، مضيفا أن هناك توجه لرفع سعر برميل النفط في مشروع قانون الموازنة بالنظر لارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية، مؤكدا أيضا أن السعر الحالي للنفط ساهم في توفير إيرادات مالية كبيرة للدولة العراقية. كشفت عضو مجلس النواب النائب علي نصيف عن وجود توجه برلماني بشأن البطاقة التموينية يقضي بتعويض المواطنين بمبالغ مالية، وهو مطروح منذ عدة سنوات. نصيف قالت أيضا إن المقترح ينص على تحويل مفردات البطاقة التموينية لمبلغ مالي يقدم للفقراء، مؤكدة أنه تم جمع تواقيع في مجلس النواب لتكون هذه التعويضات للمستحقين منهم وليس للجميع، مشيرة إلى وجود إحصائيات من وزارة العمل تؤكد أن هناك 10 ملايين شخص يستحقون هذه التعويضات. وأضافت نصيف أن الأمر يحتاج إلى قرار حكومي. أما في ملف الانتخابات، أكد عضو اللجنة القانونية النائب عمار شبلي أن مشروع قانون المحكمة الاتحادية وصل إلى مراحله النهائية ولم يبق منه سوى فقرتين. أوضح شبلي أن فقهاء الشريعة لن يصوتوا على القوانين القضائية، وسيكون تصويتهم فقط على القوانين التي تخص الشريعة الإسلامية. الشبلي قال إن الفقرتين الخلافيتين تتعلقان بشأن عمر القاضي ومسألة فقهاء الشريعة وتصويتهم في بعض القضايا وليس جميعها. ورجح الشبلي أن يعرض القانون على التصويت في الجلسات المقبلة بعد الانتهاء من قانون الموازنة. وكشفت المفوضية العليا للانتخابات عن تحديثها لسجل أكثر من 15 مليون ناخب في عموم البلاد، مبينة أنها وزعت قرابة 13 مليون بطاقة بيومترية خلال العام الجاري. قال ذلك مدير قسم الإعلام في المفوضية محمد يونس إن عمليات تسجيل الناخبين وتوزيع البطاقات الانتخابية مستمرة بعد تسجيل مليون ناخب خلال العام الجاري. وأوضح يونس أن المواليد الجدد للناخبين وهي الأعوام 2001 و2003 بلغت أعدادهم أكثر من 279 ألف ناخب، فضلا عن تسجيل الناخبين من النازحين وتوزيع البطاقات عليهم.
في ملف أوضاع كردستان، أكد عضو الاتحاد الوطني صالح فقي أن حزبه لن يخضع للضغوط التي يمارسها رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني بشأن إطلاق سراح المتورطين بمحاولة اغتيال النائب غالب محمد. قال فقي إن القضاء مستقل ولا يتدخل الاتحاد الوطني الكردستاني في عمله إطلاقا، ولا يمكن التهاون مع المجرمين والقتلة مهما كانت صفتهم أو من يقف خلفهم، مؤكدا أن المتهمين بالاعتداء سينالون أقصى العقوبات. هذا وقد تحدثت تسريبات عن محاولات للحزب الديمقراطي الكردستاني الضغط عبر رئيس سلطة الإقليم مسرور بارزاني على قادة الاتحاد من أجل أفراد المتهمين بالجريمة. في الملف الأمني، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن واشنطن تعتزم الرد على استهداف قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار ولكن بشرط. قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إن الولايات المتحدة سترد على هجمات قاعدة عين الأسد الجوية إذا وجدت ضرورة لذلك في الزمان والمكان المناسبين، مضيفا أن الولايات المتحدة غير مهتمة بتصعيد الوضع مع إيران وإنما حماية قواتها ومواصلة المهمة في العراق. وأوضح كيربي أن السلطات العراقية لا تزال تحقق بشأن الهجمات، وأن البنتاغون لن يسمي الجهة التي تقف وراء الهجوم قبل استكمال التحقيقات. هذا وحذر النائب اللبناني السابق ناصر قنديل من تحركات أمريكية لإرجاع داعش مجددا إلى العراق وسوريا عن طريق منطقة البوكمال، مشيرا إلى أن واشنطن تحاول رسم خطوط حمراء عبر غاراتها على البوكمال. وقال قنديل إن هناك تحركات أمريكية مشبوهة تمهيدا لعودة داعش إلى العراق وسوريا، إضافة إلى أن واشنطن تمهد لشن هجوم جديد على البوكمال بعد تحقيق الجانبين العراقي والسوري انتصارا في دخول المدينة، مشيرا إلى أن قوى المقاومة تحتشد نحو البوكمال على الحدود العراقية السورية لمنع عودة داعش المجرم إلى المدينة مجددا. هذا وحذر النائب عن محافظة نينوى قصي عباس الشبكي من وجود تحركات مريبة تجريها عناصر داعش الإرهابي الإجرامي في المناطق الحشة تحديدا. قال الشبكي أنه في الآونة الأخيرة شوهدت تحركات مريبة لإرهابي داعش في المناطق الوعرة والجزيرة باتجاه سوريا، مضيفا أن هناك نشاطات لخلايا داعش يقابلها انتضاض وانقضاض من قبل الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي. أشار الشبكي إلى أن وجود الحشد الشعبي في الموصل يحد من حركة التنظيم الإرهابي. أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة حسمة قرارات جديدة حول الوضع الصحي وإجراءات الوقاية من فيروس كورونا بالتزامن مع الحظر الوقائي. أكدت اللجنة على منع التجمعات ومتابعة الإجراءات الوقائية، مضيفة أن على وزارة التربية متابعة إغلاق المدارس الأهلية وكافة صنوفها. كما قررت اللجنة منع استيراد لقاحات كورونا من أي جهة من دون موافقة وزارة الصحة، فضلا عن منع استخدام اللقاحات خارج المؤسسات الرسمية حصرا. كشف وزير الصحة والبيئة حسن التميمي عن زيادة الإصابات بكورونا مشيرا إلى ارتفاع في نسبة الحالات الخطرة لتصل إلى 20%. قال التميمي إنه خلال جولة في عدد من الشوارع الرئيسية التي تشهد حركة الزائرين لاحظ وجود تهاون كبير في تطبيق الإجراءات الصحية، وهنا ما يرفض ارتداء الكمامة وهنا ما يرفض ارتداء الكفوف أو التعقيم، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية وبالتوجيهات الصادرة عن اللجنة العليا للصحة والسلامة. كما وجه التميمي الفرق الصحية بتوزيع الكمامات على المواطنين مجانا، لافتا إلى تسجيل امتناع البعض عن ارتداء الكمامة مما يعد مخالفة صريحة.
دعا الفريق الطبي الإعلامي في وزارة الصحة إلى عدم تصديق الشائعات حول تلقي اللقاح ضد كورونا وعدم الاستهانة به أو التخوف منه. قال عضو الفريق روبا حسن أن نسب الإصابات ازدادت لتتجاوز 5000، فيما تراجعت نسب الشفاء إلى قرابة 90% بعد أن كانت 95% في الأشهر السابقة. وأكدت حسن أن اللقاح الصيني آمن وفعال ويجب أخذه للحد من عدد الإصابات ولكسر سلسلة انتشار الفيروس. هذا وقد حذر مدير عام صحة محافظة الأنبار خضير خلف شلال من التداعيات الخطيرة الناجمة عن عزوف المواطنين عن التلقيح ضد فيروس كورونا. شلال قال إن الشائعات التي أطلقت عبر منصات التواصل الاجتماعي حول الأضرار الناجمة عن التلقيح ضد فيروس كورونا سببت الرعب بين صفوف المواطنين في الأنبار، مبينا أن ما أشيع حول اللقاح الصيني وهو من عدم فعاليته أو لتسببه في حالة وفاة عار عن الصحة، حيث أثبت هذا اللقاح فعاليته في الصين والإمارات ودول أخرى، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة سوف تشهد إقبالا كبيرا على منافذ التلقيح من قبل المواطنين بعد إجراء عمليات التطعيم لعدد من منتسبي دائرة الصحة في الأنبار. سادة الأكارم، ختامنا دائما وأبدا عناوين. في أول زيارة بابوية للعراق، البابا يلتقي المرجع السيستاني في النجف الأشرف ويحج إلى زقورة أور. بسبب تعنت إقليم كردستان ورفضه لكل الحلول المطروحة، تأجيل مفتوح لطرح الموازنة على التصويت في البرلمان. رسائل تحذير من نوايا أمريكية بتنشيط مشروع داعش، والقوات الأمنية ترصد نشاطا مريبا لخلايا التنظيم قرب الحدود السورية. الصحة والسلامة تشدد على الإجراءات الوقائية، والتميمي يحذر من زيادة الإصابات بفيروس كورونا والحالات الخطيرة. في عراق إبراهيم الخليل، أهلا بابا فرانسيس. ختاما تقبلوا تحياتي مصطفى سعد وتحيات من كان خلف الكاميرات والمكسر، ودمتم في حب وسلام.